عز يوم الثلاث ان شاء الله احنا هيبقى عندنا التحكم جديد باذن الله. ايه المطلوب في البدايه لاتحاد كره جديد لاربع سنوات قادمه لكره القدم المصريه؟ بس انا عايز من وجهه نظرك ايه اهم حاجتين لازم دول في البدايه اشتغل عليهم ويظهروا للناس؟ اول حاجه طبعا اتحاد الكوره جاي بقائمه يعني جديده، معظمهم نيو كامرز او وجوه جديده على الكوره. مش معظمهم ده كله؟ كله لم يعملوا بعد المهندس هاني طبعا. لا ده في ناس يقول لك مش عارف كان في نادي اخميم، وفي ناس يقول لك في نادي الصواري. ده يعني يا باشمهندس احنا عارفين ان انت خبره كبيره وانت راجل ليك في الفيفا والاتحاد الافريقي حوالي 20 25 سنه. ده الفريق اللي هتدير بيه. هو احنا نقفل الشباك ولا نفتحه يا استاذ عز؟ ما هو لما يجيبوا الاول عايزين وجوه جديده، زهقنا من الوجوه القديمه. المهندس هاني دلوقتي جاب وجوه جديده حضرتك معترض عليها؟ لا بس هل متخصصه؟ هل عندها يعني احنا ما عندناش اجيال من لاعبي كره القدم المثقفين، هم قله، المثقفين الموهوبين اللي عندهم رؤيه. يعني اقترح مثلا حد زي حسام غالي، اقترح حد زي ميدو مع تحفظاتي على تصريحاته الاعلاميه. يعني في حاجات في هذا الاطار، لعيبه من اللي احترفت زي بره زي مجدي طلبه مثلا، وهكذا يعني محمد عماره، رضواء، حاجه يعني في ناس عندها خبره. ياسر رضوان في ناس عندها خبره. بيقول لك الناس دي متعاقده في قنوات. ما هو وجهه نظر بس سالم مقنع. معلش انت هتيجي الاتحاد مش تاخد ولا بالليل، معلش، لكن دول متعاقدين في قنوات بياخدوا فلوس. خلينا نتكلم في الاساس. اتفضل. المهندس هنا ابو ريده بياخد فلوس من الاتحاد الافريقي، بياخد فلوس من ده شغله، بياخد فلوس وعضو مجلس اداره، بياخد فلوس عضو لجنه تنفيذيه. ده شغله. معلش ممكن ندخل ده في الاتحاد الكره المصري ومش عيب عشان ما يحصلش. انت قصدك يعني يجوا باجر؟ يجوا اعضاء المجالس الاداره. ما فيش حاجه اسمها تطوع في العالم. رئيس الفيفا بياخد، اعضاء مجلس اللجنه التنفيذيه في الفيفا. لا مش بتكلم على اعضاء مجلس الاداره المنتخبين. أيوة. مش موظفين، هم اعضاء. لا يعني اقصد اقول ان مقابل شغل بياخد مقابل شغله برضه. ما هي نفس القصه. طب ما انت ليه ما كانش بياخد حازم وبركات والناس اللي في الاتحاد ده؟ خلينا نفكر يعني المفروض المهندس هاني ابو ريده يجيب لنا افكار جديده ازاي ندخل الاحتراف بالشكل الصحيح، ازاي نبقى المساله مش تطوع. التطوع ليه مدار كتير. على الاقل لما اجي انا يعني ازنقك في كورنر تقول لي ايه انا متطوع. لا انت بتشتغل وانت ملتزم وتقدم خطط. لذلك ما فيش خطط، ما فيش استمراريه، في مجاملات، في ومجاملات. خليني احط تحت مجاملات يعني اكتر من خط كده. ما هو الاتحاد اللي جاي ده ما فيهوش لا مجاملات ولا غيره. ما احنا لسه ما نعرفش، ما نعرفهمش، ما نعرفش هل جه مجاملات في التشكيل نفسه ولا لا. لكن خليني اقول لك حاجه وانا قلتها قبل كده وبعيدها مره ثانيه. يا باشمهندس هاني، على المستوى الكبير جدا اللي انا بعهده عنك وخبراتك على اعلى مستوى في العالم، كان لازم البرنامج اللي حضرتك جاي بيه لاتحاد الكوره يبقى برنامج محطوط بشكل علمي، حطاه شركه اداره رياضيه متخصصه ويتقدم في شكل برزنتيشن، ويبقى واضح فيه المراحل، واضح فيه الاستراتيجيه، واضح فيه الاهداف، واضح فيه الكي بي ايز او العناصر اللي بتقدر تحكم بيها على الاداء، هو ماشي صح ولا لا. يعني مثلا اقول باشمهندس انا بريد اكتفى في الناشئين، احنا عايزين نعمل خطه 10 سنين. طب حاسبك عليها ازاي؟ انا كاعلام رياضي حاسبك عليها ازاي؟ لازم يكون في مؤشرات اداء تقول لي انه في السنه الاولانيه. ما فيش حاجه اسمها ان انا بطلوع الروح واتحاد الكوره الحالي بيعتبر نفسه عمل انجاز كبير انه فرقتك للشباب وللناشئين تاهلوا الى نهائيات كاس الامم الافريقيه للمراحل السنيه بتاعتها. يا راجل دي حاجه غريبه جدا. انت المفروض تقول انا هلعب على، مفروض العب على البطولة. مراكز معينه في كاس العالم، مش هتاهل حتى لكاس العالم للشباب الطبيعي ان انت موجود في كاس الامم الافريقيه. انت مصر، انت خدت مع شوقي غريب ميداليه برونزيه في كاس العالم للشباب. انت 2001 حصل. انت فين من دلوقتي؟ ليه بتتراجع؟ اخر بطوله خدناها مع الكابتن ربيع. انت في المنتخب الاولمبي بتاعك كان في المركز الرابع مع اهمال شديد جدا، كان ممكن يقف على كان ممكن يقف على البوديوم الاولمبي وياخد ميداليه لولا اهمال شديد جدا من المدرب.
المدرب اللي انا برضو انا مش مفسر حكايه انه ياخد 4 سنين، انا مش مفسر خالص انه ياخد 4 سنين. 116,000 دولار. طيب مش مفسر ده وغير مستوعبه. واتكلمت واتغلم كام يا كابتن في المسجد؟ 6 في 6-0 6-1 6-1 في قدام المغرب. وقبليها انت كسبان فرنسا على ملعبها لغايه اخر 10 دقائق، ما تعمل كول داون ذا جيم، موت الماتش، حط 2 لعيبه مدافعين في خط الوسط. يعني وتيري هنري يعني مدرب حديث، يعني مع احترامي ليه كنجم السوبر ستار لكنه مدرب حديث، وخسر بدليل خسر المباراه النهائيه. فطبعا حكايه استمراره 4 سنين، يعني معنى كده لو هو كان ما استطاعش ان هو يتاهل كان هيروح ولا كان هياخد الشروط الجزائيه بتاعته؟ لو ما قدرش يتاهل يعني برضه ما هو داخل اختبار تاني، وبرضه بيضحك على الناس مع احترامي ليه ولا اسفه من شخصيته، لكن احاسبه على كلامه. يقول لك انا فريق عمره التدريبي 14 يوم، كذب. هذا فريق عمره التدريبي سنه كامله، هذا فريق عمل 80 90 تدريبه على يد المدرب بتاع وائل شيتوس، هذا فريق لعب 13 مباراة من ضمنها 9 مباريات دولية غير المباراتين الدوليتين اللي هو عملهم، يبقى عمل 10 أو 11 مباراة دولية مع منتخبات، وعمل 5 مباريات مع فرق درجة أولى ممتازة، ها؟ من ضمنهم مودرن، من ضمنهم الشمس، ومن ضمنهم مش عارف التصدير، فبتتكلم على فريق عامل أكتر حوالي 13 مباراة وعمل معسكرات مش اقل من 19، كان بيعمل معسكر شهري. وجيبوا وائل شيتوس واتكلموا معاه لانه عين الولد خايف، لانه استبعدوه، ها استبعدوه وحطوه في منتخب وحاسس ان هو هيتم ازاحته مع الاتحاد الجديد. ليه بعمل كده في الكوادر التدريبيه بتاعتي؟ كادر مهم. ومع احترامي الراجل ليس بالفلته، مع احترامي للي خده، وانا حللت كتير قوي اللي خده، ومستعد معاك في حلقه هنا انا احلل تاريخه التدريبي من ساعة ما ابتدى التدريب حتى الآن. معاه ذهبيه اولمبياد. معلش، ما تعرف جايبها ازاي؟ تعرف عمر الفريق اللي كان معاه كان قد ايه؟ لا. كان أقل من شهر. جه استلم الفريق ده من دونجا. دونجا كان مدرب المنتخب الأول للبرازيل وكان مدرب المنتخب الأولمبي. كان بيلعب كأس أمريكا الجنوبية اللي هي التذكارية اللي كانت في الولايات المتحدة، فكانوا بيلعبوا، أنت عارف أمريكا الجنوبية 10 منتخبات. وبيضمين عليها من الكونكا كاف 6 منتخبات. فشل دونجا في سنتها 2016 انه يتأهل للدور الثاني في بطولة كاس امم امريكا الجنوبية، فهم مستبعدين واستبعدوه كمان من منتخب الاولمبي. فمسك، كان موجود ومسك. وعلى فكرة الميدالية الفضية اللي جابها قبل كده في كاس العالم، وانا وضحت ده قبل كده، الميدالية الفضية ما كانش فريقه، كان برضه مجهزه له كده واحد زي وائل شيتوس اسمه جالو، مدرب اسمه الكسندر جالو اللي عايز يعمل سيرش واتحدى فيه. مسك الفريق دون وطلع وهو بيتاهل بالبرازيل عن قاره امريكا الجنوبيه عشان يلعب في كاس العالم، طلع الرابع، فقاموا مستبعدينه وقاموا واخدين ده. فدول الانجازين، ماشي انجازين ممتازين، بس بعديهم عمل ايه؟ ولا حاجه. انعش اسمه هنا، ولد من جديد هنا. واحكي لك بقى من ساعة 2016 لغاية لما جه هنا قبل سنة أو سنة ونص، وكان تاريخه كله فشل ومش عارف ايه، ومع ذلك ماشي. بس ما تجيبش مدرب يمسك فريق 19 ويجهزه للمنتخب الأولمبي، مش تنفعش. ما تنفع ولا يعرف حاجة. هو ليه قاعد يقول أنا مزنوق، أنا ما دربتش غير 14؟ ما أنت عارف إن الفريق دون أنت بتتولى مسؤوليته قبل 14 يوم. ليه أصريت؟ أو أنت عشان بس تاخد مرتب؟ عشان ما لقيتش عقد بره في قطر ولا في سوريا ولا في السعودية؟ يعني ارجع بس لاخر حاجه انت بتقولها، يا ريت اشوف برنامج متكامل يعرضه باشمهندس هاني ويقول لنا انه البروجرام مش كلمتين انشا او كلمتين في باراجراف او باراجرافين، انت بتتكلم عن خطط صريحه، وتعالى ناقشها معانا يا اخي. تعالى، انا كنت من انصار ان قصدك يعمل لقاء مفتوح، يعني مش لقاء مفتوح، نعمل سيمينار، نعمل مؤتمر علمي، عشان في ملفات كتيرة جدا فيها يعني علامات استفهام، التسنين وتزوير اعمار اللاعبين، الملف الطبي اللي فيه كوارث، حصلت كوارث وهتحصل كوارث، وانا بحذر وعايز برضه نفسي اناقش معاك هنا يا استاذ محمد الملف الطبي للرياضة وللكرة المصرية، لأني عندي اتهامات لكل عناصر الإدارة الرياضية في مصر.
والمسؤوليه كمان من عند السيد وزير الشباب والرياضه، لازم ياخد قرار بان يبقى في حاجه اسمها اتحاد نوعي للطب الرياضي، لازم يبقى في اداره رياضيه متخصصه في كل نادي وفي كل اتحاد، لازم يبقى في كرسي عضو مجلس اداره موجود في الاتحادات اللي موجوده، كل الاتحادات الاولمبيه وغير الاولمبيه، وايضا يبقى في كرسي في اللجنه الاولمبيه عشان نعرف ايه قيمه الطب الرياضي، مش هو عربيه اسعاف ولا جهاز انعاش القلب، لا لا دي اخر حاجه. انما الطب الرياضي حاجه مسؤوليه مهمه جدا، وطبعا المنتخبات والمدربين وانتهاء حكايه انت بتاخد وبتعمل دورات وتعمل ابجريد للمدربين، انما هم فين؟ ليه ليه نص المدربين اللي تعرفهم وانا اعرفهم والاستاذ محمود يعرفهم ها قاعدين في البيوت؟ ليه بس بقوا يعني هم واقفين في الصف في القنوات؟ ما عشان ما فيش ليهم شغل، عشان ما بيشتغلوش، ما بيستغلوش سواء من الانديه او من المنتخبات.